السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. إن شاء الله غادي نكملوا الدروس ديالنا ديال لي سيركوي لوجيك. في الفيديو اللي فات كنا شفنا سيستيم نيميغاسيون، اللي قلنا هما لا بارتي اون من لي سيستيم من لي سيركوي لوجيك. كنا شفنا ان بتيت انتروديكسيون، وهاد الفيديو ان شاء الله غادي نتعمقوا شويه في داكشي. الفيديو اللي فات هادشي اللي شفنا، كنا شفنا لوبجيكتيف، وشفنا يعني اون جينيرال واحد بتيت انتروديكسيون. انتروديكسيون شفنا على هاد، ان شاء الله في هاد الفيديو غنشوفو نبداو بلو سيستيم ديسيمال. لو سيستيم ديسيمال هو الاخوان، هو داك لو سيستيم اللي كنعرفو حنا، هو باش كنحسبو فيه لي نومبر من زيرو حتى لنوف. يعني هاد لي نومبر كيمكن لينا نكريو بهم اي نومبر بغينا، سواء بالفيرغيل سواء سون فيرغيل ان اونتي و ان ريال، ما عندناش مشكل نكريو به اي نومبر بغينا. لو سيستيم ديسيمال كونتيان دي سامبول، قلنا هادو كنسميوهم دي سامبول، هاد لي شيف اللي كيتكون منهم تسميو دي سامبول. عندنا زيرو ل ان دو تخوا كات سانك سيس سات فالو ويت و نوف. الى حسبتيهم من زيرو حتى لنوف غيعطيوكم دي سامبول. ده هو لو سيستيم بينير. ناخذ واحد ليكزامبل، مثلا نخلع شويه ديال السباس هنا، مثلا شي رقم بحال هكا 2,556,493. هاد الاول انا نديرو بالاحمر، باردون سيليكسيونيت كلشي كونترول زيد باش نرجع. هاد الرقم الاول اللي هو بالاحمر هذا كنسميوه لو بوين فور. علاش كنسميو لو بوان فور؟ يعني لانه ان هذا هو العدد الكبير، لانه الملايين 2×10^6. الى جينا هذا مثلا 2×10^5، يعني هذا هو الكبير، لانه كنا وصلنا للملايين ولا العالم. المهم ديما الرقم مثلا واخا تكون كانت عندنا مثلا غير 493، راه يكون هذا هو الكبير لو بوان فور. وهذا ديال الوحدات ديالو اون اوتر كولور مثلا الازرق، تيتسمى هنا بوان فابل. غادي نديروها بالاحمر باش نفهمو بوان فور، وقلنا هادي بوان فيبل. يعني هادو كيبقاو غير دي نو، تقريبا كلشي كيعرفهم. مثلا عندنا واحد الرقم اخر بحال هكدا فيرغيل مثلا هكا، نديروه واخا نخليو هذا كحل وهذا بعضو داك بالاحمر، ندير هذا مثلا بالازرق. هاد لابارتي الحمراء كتسمى لا بارتي اونتيير، ما كنديرش لي زاكسون نورمالمون، راه خصها تكون هكا. المهم غير باش ما نضيعوش الوقت، وهذه لا بارتي ريال، حتى هنا ما درتش لاكسون ولا فراكسيونيل اولا اللي بغيتو. نقدروا نديرو فراكسيونيل سي ميو، هذاك الشيء متداول. عندنا المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للديسيمال. وعندنا وتنقولوا واحد لا فورم بعضهم بالكولور بالكحل، عندنا واحد لا فورم بولينوميال. بولينوميال هاد لا فورم بولينوميال شناهي؟ مثلا عندنا 54,900 مثلا، ممكن نكتبها بلا فورم بولينوميال ديالها، اللي هي 5×10^6 مثلا، على بويسون 5 بلس. المهم هنا خوت درت هاد
اللعيبة اللي تتعني بويسونس في البروغراماسيون أو ولا ممكن بعض الإصابات اللي تحت يعني ما طلعش لفوق يعني باش ما في ميجبد عاد ديك القضية ديال ايكواسيون قاعد يعني تاخذ من الوقت المهم كان اون جينيرال كنحاول نكتبو اون جينيرال عندنا 4 مضروبة في 10 على بويسونس 4 بلس 10 اه باردون بلس شنو عندنا 9 على بويس فوا 10 على بويسونس باللي وقيلا بلاتي لا هنا وي هنا غلط 10 على بويسونس 4 على بويسونس 3 على بويسونس 2 بلس نبدلو هنا الأرقام حسن نديرو 1 6 مثلا 1 و 10 و 10 à la puissance un plus 6 fois 10 à la puissance 0. Je serai à la puissance 0 et 6. عشرة على بويسونس واحد هي واحد، واحد في عشرة يعني ستة زائد عشرة هي 16. هادي هي لا فورم بيلونوميال، فورم بولينوميال هي هادي، وممكن نكتبو مثلا تكون عندنا 0.589 يعني هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي 5 و10 على بويسونس موانز pardon سي ديك لا بويسونس موانز بلس 8 فوا 10 على بويسونس موان 2 بلس 9 فوا 10 على بويسونس موان 3 موان 3. يعني فاش كيكونوا ورا الفيرغيل كنديروا الموان نورمالمون هي 8 على بحال مثلا هذه 5 على 10 و10 فاش كتطلع الفوق فاش كتطلع من البسط المقام صافي كتولي موان يعني داك الاس ديالها كانت موانزه كانت على بويسونس ان نورمال 10 هي 10 على بويسونس ان طلع الفوق كتولي 10 على بويسونس موانزه يعني هادشي راه كنا شفناه في الماط شي تسمع هاد لا فورم بولينوميال وتخلعكم وكذا يعني غير صراحة يعني ما كنحتاجوهاش غير من الأمانة العلمية خصني نوريها لكم. المهم كان هذا هو لو كور ديالنا في هاد القضية ديال ديسيمال. المهم بالنسبة ل واحد النومبر واحد القضية أخرى باش ما ننساهاش النومبر مثلا ملي كيكون عندنا شي رقم مثلا اباز ديس كنكتبوه بحال هكا وكنكتبو له واحد ديس هنا صغروها باش تجي هكذا يعني كتكتب له بحال هكا يعني بان هاد لو نومبر راه اباز ديس يعني باش كنفهموها هادي يعني فاش كيبغي يقولك دير له لا كونفيرسيون ولا شي حاجه يعني ضروري كيكتب لك هادي باش تعرف اش من باز هو اش من باز بغاو تحول مثلا تيقول لك شنو كيساوي لنا مثلا بحال هكذا بلا باز 3 مثلا ولا 2 نخليها في 2 مثلا 2 وهذه بيان سير تكبر عاديه بحال هكذا مثلا 15599 في لاباز دي شنو كتساوي لنا في لاباز دي. المهم مازال ان شاء الله نشوفوا هذا الشيء. المهم فيديو باش ما يكونش طويل نحبسوا هنايا لي فيديو جاي ان شاء الله ما غاديش نطولوا فيهم لاننا عرفنا شنو هي لا فورم بولينوميال عرفنا شنو كتعني سامبول
وكنا هضرنا على لا باز، يعني لا باز هي شحال من سامبول. هنا عندنا دي سامبول صافي كنقولوا لا باز دي سيما، كانوا دو لا باز بينير، كانوا 8 لا باز اوكتال. مهم، موعدنا ان شاء الله فيديو جديد.